طيب هنكمل لسه شغل في الانترودكشن بتاعت الجافا بتاعتنا. احنا كنا عند صفحة 70، اخر حاجة قلناها البريك والكونتينيو لسه ما قلناهمش، صح ولا لا؟ لسه ما قلناهمش دول ايه؟ طيب بيقول لي طب افترضنا عملنا فور، ركز بقى معايا، بيقول لي افترضنا عملنا فور، بيقول افترضنا عملنا فور وعملنا سيمي كولون سيمي كولون وقفلنا وعملنا سيمي كولون كمان اللي هي الامر، هيبقى ايه بقى الخبر بقى اللي هيحصل؟ فور ما قلناش انيشاليزيشن ولا قلناش التيست ولا قلناش الابديت، وعملنا امر فاضي. هنا امر فاضي يعمل ايه؟ دي ما نقعد يلف يلف لغايه ما الجهاز يهنج. خلاص وايل ترو، ما هي وايل طول ما بتجيب ترو الشرط بيتحقق بينفذ امر. طب ما الامر عندك هنا فاضي والشرط طول عمره ترو، يقعد يلف يلف لغايه لما ايه؟ لما جاز. ما فيش حل، الموضوع انتهى. طب دو وامر فاضي، وبعد الامر الفاضي وايل ترو، يعني الشرط طول عمره هيفضل ايه؟ متحقق. فبيقول لك ان الحالات دي هي حالات ايه؟ حالات ان هي اللوب بتاعتك ما بتوقفش خالص. خلاص كده؟ دي بس هو ما جابش هنا سيره البريك والكونتينيو. بس البريك هو يقصد بقى ان هو امتى نوقف بقى؟ ازاي نقدر نوقف؟ هنا بيقول لك في حاله كمان شاذه قبل ما يبدا يتكلم، بيقول لك ان فور دبل دي بيساوي صفر، ده مثال غريب شويه، والدي لا تساوي واحد، يعني اول ما الدي تساوي واحد المفروض يحصل ايه؟ لا مش ايرور، يقف يقف، يعني الشرط بتاعنا لازم يكون بيساوي واحد، لو طلع بيساوي واحد الموضوع ايه؟ انتهى. ودي كل مره بتزيد ب 10، ب 1% 1% 1 من 10 عايز اسال 1 من 10 خلاص. وسيستم دوت اوت دوت برنت لاين على مين؟ على الدي، هيطبع الدي اللي انت تعرفه بقى ايه؟ دي اول مره بصفر، يطبع صفر، ثاني مره 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 5 من 10 صح ولا لا؟ الغريب بقى اننا عمره ما هيقف خالص، لان عمره ما يجيب واحد، مع انه هيمشي 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 5 من 10 6 من 10 7 من 10 8 من 10 9 من 10 1 المفروض. لكن بيقول لك ان الدبل اصلا ده كسور، صح ولا لا؟ فبيقول لك ان في الحقيقه هو عم ما فيش تمثيل مباشر للواحد ده، هو بيبقى في حاجه كده في الاخر بس ما بتجيش، يعني في رقم كسري كبير قوي ما بيجيش فبيعتبره بواحد، فما فيش تمثيل مباشر لمين؟ للواحد. فخد بالك وانت بتعمل لوب على الدبل تيجي تعمل مثال زي ده ما تختبرش تقول لا يساوي الواحد، ولازم يكون اصغر من الواحد او اصغر من او يساوي الواحد، لكن ما تعملش اكزاكتلي لا يساوي الواحد او عند الواحد هيقف، لان هو ساعات ما بيبقاش التمثيل في الذاكره بواحد بالفعل. فهمنا الفكره؟ ده كده حاجه عجيبه من الحاجات العجيبه اللي ممكن انت بتجرب تجننك يعني. خلاص؟ طيب هنا بيقول لك البريكنج بقى، البريكنج اللي هو ايه؟ انا عايز اوقف اللوب، اقول لك انت سي اتش وايل ترو، طالما وايل ترو يبقى اللوب عمره ما يقف، لان طول ما الشرط بيجيب ترو اللوب شغاله. فانا بقول له وايل ترو، انا لاقي له ترو معناه انا ما بقولوش، بقول له ما توقفش، وانا بقول له بريس السي او السي تو كونتينيو، يعني دوس على حرف السي الكابيتال او السي السمول عشان ايه؟ تكمل. الراجل هيدخل حاجه، اليوزر هيدخل حاجه يا سي يا غير السي. انا سيستم دوت ان دوت ريد هيقرا للراجل لليوزر دخله، هيقرا لليوزر ايه؟ دخله زي زمان كده زي الانبوت بوكس يعني، زي الانبوت، بس هو مش انبوت بوكس هنا بتدوس على طول مباشره، هيدخل حاجه. الحاجه دي الحرف اللي هيدخله ده هيحطه جوه مين؟ جوه سي اتش. فبقول له اف ان السي اتش دي كانت حرف السي او دي الاو او السي اتش بتساوي حرف السي السمول بريك، بريك دي معناها ايه؟ قلناها في السويتش، قلناها في الايه؟ في السويتش. بريك معناها اهرب من اول اقواس موجوده عندك، اقواس موجوده عندك الوايل يبقى اهرب من اقواس الوايل يخرج يبقى اللوب انتهى. لو اقواس موجوده بتاعت سويتش يبقى اول كوسين ويهرب، لو الكوسين موجودين بتوع الفور يبقى اول كوسين ويهرب الى اخره. خلاص كده؟ دي كانت اول فكره عن فكره مين؟ البريك. بيكلمني هنا بيقول لي طب تعالى نشوف بقى نعمل بريك تاني مع الفور وناخد حته كده مع الاري، يعني هو بيدالنا كده ايه؟ قطع بقطع يعني. عمل لك انت انتجر وعملها كده وكوسين المربعين دول سكوير براكتس دول. خلاص فدول معناهم ايه؟ ان دوت ايه؟ اري سماها امبلويز اي ديز. خلاص؟ او امبلوي اي ديز. وادى الاي دي، اي دي 123 854 567 شويه اي ديهات. يبقى كده دول عباره عن مصفوف ومرصوصين كده. الاولاني رقم صفر، الثاني رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. انت امبلوي سيرش اي دي 912، هو بيبحث عن كام؟
هو عمل متغير شايل رقم 912 وعمل متغير في المصفوفه كلها. عايز يدور على 912 اللي يخش في المصفوفه يدور عليه موجود؟ لو موجود يقول لي موجود في الخانه رقم 3، موجود في الخانه رقم 4، مش موجود يقول لي ايه؟ مش موجود. فعمل فور. الفور دي الاي بي 0 يعني اول اللوب العداد بتاعي اسمه اي وهيبدا ب 0. الاي لازم تكون اصغر من امبلوي اي ديز دوت لينث، اصغر من عدد العناصر الموجوده في المصفوفه اللي اسمها امبلويز اي دي. عرفنا لينث بتجيب عدد العناصر الموجوده في الايه؟ اه يعني دول هتجيب كام دي بقى؟ حد يرد عليا كده، دي هتجيب كام؟ خمسه. هتجيب اقل من الخمسه، لازم يكون اقل من الخمسه عشان يمشي معاك 0 1 2 3 4 صح كده؟ وكل ما كل مره الاي بلس بلس، كل مره الاي تزيد واحد. هنا بقى بسال سؤال، بقول اف ان امبلوي سيرش اي بي ده انا ببحث عنه لو كان ايكوال ايكوال اللي هي كومباريزون اوبريتور وعامل مقارنه. بيسال هنا هل الامبلوي اي دي اللي انا بدور عليه هل هو بيساوي الامبلويز اي دي رقم اي اول مره الاي بصفر؟ يبقى بيسال عن اول عنصر في الخانه، هل هي بتساوي الاول ده؟ لا، فمش هيعمل حاجه في الاف خالص. هينزل هنا؟ لا طبعا مش هينزل هنا خالص. ليه مش هينزل هنا؟ لان الفور بتشتغل طالما ملهاش اقواس يبقى بتشتغل على سطر ايه؟ سطر واحد، على جمله واحده، سطر واحد جمله واحده صح. طالما مفيش ايه اقواس للفور، الجمله الواحده اللي عندك هي مين؟ هي الاف لغايه هنا بس. طب وده؟ ده سطر بعيد عن اللوب خالص. شو ده الكلام ده؟ احنا حطيناه قاعده قلناها، فتبقى السطر الاخير ده بعيد عن القاعده. هي اي جمله فور اف فور واي اي سويتش اي جمله طالما ما عندهاش اقواس البدايه والنهايه بتاعتها، اقواس البلوك بتاعها، يبقى هي بتشتغل على سطر او جمله. يبقى الجمله تحتيها او السطر اللي تحتيها بس هي هتشتغل عليه. طب السطر اللي بعديه ملوش دعوه خالص بالجمله، هيكون بعيد خالص عن الايه؟ عن اللوب يعني المثال بتاعنا. طيب مفيش حاجه حصلت، يطلع فوق اول ما يعمل ايه؟ يزود الاي بي ايه؟ واحد. كانت بصفر وواحد يبقوا واحد. هل الواحد اصغر من الخمسه؟ اه الواحد اصغر من الخمسه، يخش هنا. هل السيرش اي دي اللي هي 912 بتساوي الامبلويز اي دي رقم كام؟ رقم واحد اللي هي دي 800 لا ما يساويش، يبقى الاف دي هيسيبها ويطلع تاني فوق يزود واحد يبقى باثنين. هل الاثنين اصغر من خمسه؟ اه. هل ال 912 بتساوي الخانه رقم اثنين اللي هي دي؟ لا ما بتساواش، فما ينفذش الايه؟ الاف. يطلع تاني فوق يزود واحد تبقى ثلاثه. هل الاثنين اصغر من خمسه؟ اه. الامبلوي سيرش اي دي اللي هي 912 بتساوي الامبلوي اي دي رقم 3 0 1 2 3 912 تساوي 912 اه. المره دي يبقى فاوند بيساوي ترو. فاوند بيساوي ترو وبريك. ايه فايده بريك هنا بقى؟ بريك هنا يهرب من الفور عشان ما يرجعش ياخد ايه؟ الرقم اللي بعده. طب الرقم اللي بعده خلاص انا لقيته يا ابني، لقيته وقف بريك وعملت الفاوند بترو. طب لو قعد يدور ما لقاش، يدور ما لقاش، ما لقاش، يدور ما لقاش، ما لقاش، ما لقاش، ما لقاش، ايه اصلا الفاوند عندي بكام؟ بايه؟ بفولس اصلا. يبقى الفاوند عندي بفولس الا لو لقى، لو لقى تتحول لايه؟ الى ترو. انا ما اعرفش، لكن في الاخر انا عايز اطبع، فقلت له سيستم دوت اوت برنت، قلت له اختبر لي الفاوند. الفاوند دايما يطلع معايا ترو، يطلع معايا ايه؟ فولس. لو طلع ترو ياخد الاولانيه، لو طلع ترو هيعمل ايه؟ لو طلع ترو هيطبع كلمه امبلي وجنبيها الامبلي سير امبلي سيرش اي دي اللي هو امبلي رقم 912 مثلا وجنبيها اكزيست موجود. يبقى هيطبع لو لقى، لو لقى فاوند شال ترو هيقول باع للموظف رقم 912 اكزيست موجود. دي الالس بتاعتنا صح ولا لا؟ في كونديشن ترينري. في حد يقول لي نو امبلي اي دي ماتشز، مفيش اي رقم موظف بيماثل الامبلي اي سيرش اي دي اللي هو 912 وسيمي كولون وخلاص على كده. صعب المثال ده؟ لذيذ، مثال على البريك جميل، وفي نفس الوقت بيستخدم الاري وفي نفس الوقت فيه سيرش على الاري، فمثال بسيط وجميل. طيب الاسكيبنج بقى، كنتوني دي يعني ايه؟ استكمال. بتيجي بمعنى اسكيبنج اللي هي ايه؟ نفض. هي معناها نفض خلاص. string line متغير سماه line while line بتساوي read line.
الحته دي على بعضيها محطوطه ما بين قوسين. لاين بتساوي ريد لاين، ريد لاين دي بيقرا ايه؟ بيقرا سطر، بيقرا سطر. احنا خدنا من شويه في المثال بتاعنا، كانش في المثال ده، في المثال قبليه خدنا هنا سيستم دوت ان دوت ريد، ممكن دوت ريد لاين على طول، ممكن ريد لاين ايه على طول، ريد لاين هيبقى سطر. مش مهم، مش مهم ريد لاين دي، حتى لو كانت مثل اللي احنا عاملينها، مش بتاعتنا احنا، بتقرا سطر بشكل ما، مثل اللي احنا عاملينها بتقرا سطر، وبتاخد السطر ده تحطه جوه مين؟ جوه لاين. ريد لاين دي مثل اللي احنا عاملينها اسمها كده، وبتقرا تحطه جوه المتغير اللي اسمه ايه؟ لاين. لازم بعد ما تحط هنا يكون لا يساوي نل، يعني ما يكونش انت ما دخلتش حاجه ودست انتر، لازم يكون لا يساوي نل، لان معناه لو ما دخلتش حاجه ودست انتر يبقى اللوب مش هيشتغل خلاص كده. اللوب مش هيشتغل، يبقى انا وقفت، يبقى انت خلصت. اف از بلانك على اللاين، از بلانك يعني لو كان ايه؟ فاضي، ما فيهوش كلام يعني، سبيسنج او فاضي، بلانك فاضي. وبدخله على الميثود الثانيه بتاخد السترينج بتاعي خلاص، لو كان بلانك فاضي هترجع ترو، لو كان مش فاضي هترجع ايه؟ فولس. وبقول له اذا كان بلانك يعني لو كان السطر ده فاضي، لا معناها ايه؟ نفض. لا نفض يعني ايه نفض بقى؟ يعني فوت الخطوه دي، يعني لو لقاها بلانك يفوت الخطوه دي، يعني ما ينزلش يقرا السطر ده، لا هيطلع على طول على مين؟ على هوايل تاني، يعني كنا خلص نفض ارجع من اول، هي معناها كده ارجع من الاول خلاص، از بلانك ده فاضي خلاص ارجع من اول جديد، اقرا لاين جديد طيب، ويكون ما يكونش نال، طب ما كانش نال نزل هنا، طب ده السطر فاضي، طب عيد من الاول، عيد من الاول، عيد من الاول لغايه لما ياخد قيمه، ولا هي نال ولا هي فاضي. لو خدها نال خد يا الامر هيوقف خالص، لو خدها سبيسنج فاضيه هيقول لك دخل تاني، دخل. طب لغايه لما ايه؟ دخلت انا مثلا احمد فما هياش نال، از بلانك، لا مش بلانك، لا مش ايه، مش بلانك، او نزل على حاجه اسمها بروسيس ايه؟ لاين، بروسيس لاين، بروسيس لاين هيعمل عمليه ما على اللاين، ده فانكشن احنا عاملينها، فانكشن احنا عاملينها برضه بتعمل عمليه على اللاين، يعني كانت ايه هي مش مهم. فهمنا الفكره؟ يعني هي الفكره كلها نوضح الايه؟ كونتينيوس خلاص؟ ممكن سكيب لا انا عارف كلمه سكيبنج اوضح في المعنى، لكن هي لكن كلمه كونتينيو دي هي هي دي السنتكس بتاع اللغه. طبعا بيقول لي ان انا ممكن احل البروبلم اللي فاتت دي بشكل مختلف احلى من اللي فات يعني. قلت له ازاي؟ قال لي نفس الفكره بالظبط، لاين وريد لاين وهيقرا السطر، ولو كان لا يساوي نل هيخش هنا. قمت حاطط هنا بس رمز زياده دلوقتي اللي هو النوت. قلت له لازم تكون نوت بلانك، نوت از بلانك. ساعتها بروسس لاين على طول. لكن لو كانت بلانك مش هيعمل حاجه. نفس الفكره بالظبط. نفس الحكايه بس انا لغيت كونتين. بس هو بيقول لك يعني هنا افضل. قلت له لو كانت مش بلانك اشتغل. بدل ما كان الكود اطول وارزل يعني بس. ده دي مهمه. بيقول لي ايه بقى؟ ممكن بعد بريك انادي على ليبل. يعني ايه ليبل؟ علامه. العلامه عندنا في الجواب بكتب اي كلمه انت عايزها وتدوس على كولون، كولون اللي هم نقطتين فوق بعض خلاص. فجيت هنا قمت عامل ايه؟ اوتر ونقطتين فوق بعض. لا اكتب احمد، ما دي ما دي مش كلمه، دي مش كلمه ليها معنى هنا، دي اي حاجه في دماغك انت. اكتب هنا عمرو ونقطتين فوق بعض، يبقى انت معناه ان انت علمت المكان ده سميته عمرو. في الكود في صلاه السبب انت سميت المكان ده علي، سميت المكان ده مدحت، اي حاجه خلاص. قول له فور انت اي، عايزين نص صح بقى، اي بي 0 واي لازم تكون اصغر من الثلاثه، يعني معاك 0 1 2 عشان نوت الاي بلس بلس بيزود واحد، يبقى عندك 0 1 2. وفي فور داخليه دي نستد لوب بقى، دي بنسميها نستد ايه؟ لوب، يعني لوبز المتداخله. اي ان تي جي والجي ب 0 والجي لازم تكون اصغر من الثلاثه، يعني برضه هتبقى ماشيه معايا ايه؟ بعد ما اشوف جي بلس بلس يعني بزيد بواحد، يبقى 0 1 2 خلاص. اف ان الاي بواحد والجي بواحد
قال لك بريك بس ما سكتش. قال لك بريك مين؟ الاوتر. قال لك بريك مين؟ الاوتر كله. إلس يعني مش ده بواحد وده بواحد. في الحاله دي يقول لي الاي بكذا بتساوي، كلمه اي بتساوي دي ما بين عتين تنصيص تنزل زي ما هي، اي شيء ما بين عتين تنصيص يرسم كما هو. زود الاي بتساوي وجنبيه حط لي الاي وكوما وجي بتساوي، كل دي ثابته الحته دي على بعضيها، كوما جي بتساوي وحط لي الجي، يبقى يطبع لك الاي كوما الجي. بس او اكثر تفصيلا الاي بتساوي وقيمتها كوما جي بتساوي وقيمتها. ده في حاله ان ايه؟ ان الاي والجي ما تشابهوش والاثنين بقى بواحد. حد يعرف يبص على كده يقول هيحصل ايه؟ طب وفي الاخر خلاص سيستم دوت اوت برنت لاين بوث لوبز ترمينيتد، يعني الاثنين لوب خلصنا منهم. ده في الاخر خالص ان دول بره اللوب، ان دوت بره اللعبه خالص، ده سطر بره اللعبه خالص، لان الفور دي قفشت مفيش ليها اقواس، يبقى قفشت في جمله تحتيها. الجمله اللي تحتيها دي اللي هي مين؟ اللي هي دي، اللي هي دي على بعضها، اللي هي الفور. هتقول لي دي في اف، اقول لك اه اصل الفور اللي تحت دي قفشت في جمله تحتيها اللي هي مين؟ اللي هي الاف، الاف بالالس بتاعتها الحته دي. فالاف دي ماسكه يعني الفور دي ماسكه في الافه دي بالالس بتاعتها على بعضها، والفور اللي فوق ماسكه في الفور دي بالحته بتاعتها. فهمت الفكره؟ فدي بالنسبه لنا السطر الاخير ده خارج عن اللعبه خالص، يعني اخر سطر هيتنفذ على اللوب كله هتضرب في بعضها وتخلص، هيقول لي ايه بوز لوبز ايه ترمينيتد. خلاص كده حلو قوي. اللعبه هيحصل ازاي؟ اي بصفر خش، جي بصفر خش على الشرط. هل ده بواحد ده بواحد؟ لا، هيطبع ايه قيمه الاي بصفر والجي بصفر. يطلع فوق، يطلع فوق لغايه فين؟ لغايه الفور الصغيره، لغايه الفور الايه الصغيره. هيسال ده مش بواحد ده مش بواحد؟ لا مش بواحد، لان الاي لسه بصفر. هيخش يطبع الاي بصفر والجي بواحد. يطلع كمان مره الجي تبقى باثنين مش بواحد وبواحد. طبعا الاي بصفر والجي يبقى شيء اي بصفر جي بصفر، اي بصفر جي بواحد، اي بصفر جي باثنين. يطلع فوق الجي تبقى بثلاثه، الجي الثلاثه اصغر من الثلاثه، لا يوم واقف اللوب ده، يوم واقف يوم خابط في اللوب مين اللي فوق؟ اللوب اللي فوق يزود الاي بايه؟ واحد بقى بواحد. خلاص كده بقت الاي بواحد. ينزل هنا اول مره يقرا 4 انت واي، ومعرفه من اول وجديد 4 انت جي، معرفه ان اول وجديد الجي بكام؟ الجي بصفر. خلاص حلو، والصفر اصغر من الثلاثه. هل الاي بواحد؟ اه الاي بواحد، بس مش الجي لسه بصفر، فما ياخدش الشرط برضه ما اتحققش. يقوم طابع ايه؟ اي بواحد جي بصفر. يطلع فوق يزود الجي بواحد، يبقى الجي بواحد. هل الواحد اصغر من الثلاثه؟ اه يشتغل الاي بواحد اب واحد. طب الجي بواحد اب واحد؟ لا مش هينفعش. يخش هنا بقى في الايه؟ في الشرط، يقول له بريك للاوتر، مش بريك خالص. بريك للاوتر يعني هوب يقوم نص عند الاوتر هنا. لما يروح عند الاوتر هنا يوم جاي ينقله جديد، يوم قاري مين؟ الاي بيزودها بواحد. لما يزود الاي بواحد تبقى بكام؟ كان بثلاثه، كان بواحد الاي. اه ده كان بواحد، فبقت تقوم راجعه بكام؟ باثنين. مالك الاثنين اصغر من الثلاثه؟ اه. يوم جاي هنا الجي بصفر، يقوم طالع بقى ايه؟ صفر. يبقى يطبع ايه الاي بكام؟ باثنين. يقوم طالع اثنين وصفر، اثنين وواحد، اثنين واثنين. ياخد اللفه الثانيه، يقوم الجي تبقى بكام؟ الاي تبقى بكام؟ تبقى بثلاثه، فاللوب ما ينفعش، فاللوب يخلص. فيطبع بوث لوبز ترمينيتد. يبقى الاي بصفر الجي بصفر، الاي بواحد الجي بواحد، الاي بصفر الجي باثنين، الاي بواحد الجي بصفر. ازاي؟ ثواني عليا. الحته الاولانيه دي اي بصفر والجي تشتغل، دي اول واحده ما فيهاش اي مشكله. اي بواحد اه معلش اسف انا اللي غلطت، انا اللي غلطت. احنا عملنا ايه؟ انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم البريك اوتر يوم طالع اللي دي صح؟ اه وعدنا وكملنا. لا هو مش هيكمل، اخرج بره دي. إيه خلاص خرج بره دي، دي بريك.
انا جت في دماغي كونتينيو كونتينيو كمل من يعني نفض وجيب من الاول كونتينيو هنا معناها ايه نفض وجيب من الايه لا اخرج بره الاوتر دي معناها اخرج بره الاوتر الاوتر ده كله اللي هي دي على بعضيها مش وقف اللوب اهرب بره ده يا جدعان مش بريك دي يعني خروج بره الاقواس طب انت بص على الفور هي الجمله الاولانيه دي فين قوسها اصلا المفروض انت مش شايف بس هو موجود اللي هو من اول فين لغايه فين حد يقدر يقول لي فور لا ما كان احنا على الناحيه من اول هنا لغايه فين لغايه هنا عشان قلت له بريك الاوتر ام خارج من اول جمله بعد الاوتر عشان دي مش كونتينيو انا كملتها على سنيه كونتينيو يعني كمل ايه كمل من اول الاوتر فمنفض ومراجع من اول الاوتر ويكمل لا دي بريك اهرب بره الجمله دي اهرب بره الايه فاول ما يقول له اهرب بره الجمله دي من اول واحد وواحد مش هيتبح لا هيبريكها على طول يبقى اخر حاجه تبقى عندك واحد وصفر واحد واحد ما تجيش تقوم ايه مهرب بره اللعبه خالص ومتابع لك في الاخر ايه البوز دوبز تيرمينيتد في النادي ولا مش واصله عشان دي بريك او ما يطلع فوق خلاص عيني من اول جمله اول جمله اللي هي ماسكه الايه الجمله اللوب واللوب الداخليه والاف بتاعتها هو مش هيطلع عايز واحد يشيل واحد او ما يبقى بواحد وبواحد هيقول له بريك يوم مخلص الجمله كده بقى حقق الشرط اللي هو دي ايه كده بقى حقق الشرط اللي هو بتاع الاف خلاص كده اه فيهرب بره الاثنين قصت ولا ايه ايوه هي دي بقى كنت اقصدها انا كنت شايفها بقى ايه كنت شايفها الجمله دي هي بس حط ايه كونتينيو اوت دي بقى تعمل ايه بقى تعمل احنا شرحنا الاول اللي انا كنت شايفه الاول عمل ايه صفر وصفر صفر وواحد صفر واثنين واحد وصفر جابت واحد واحد قام عمل ايه قام منفض الخطوه دي قام مزود الاي بي دي بقى دي ده اللي انا كنت اقصده في اللي فات فهمناه ولا ما فهمناش يبقى دي كونتينيو دي معناها ايه خلاص نفض واطلع وجيب من الاول لكن بريك معناها انهي اللعبه دي خالص وصلت كده ولا ايه ايه على اللي بعديها مش وقت الميثود ريتيرن الميثود ريتيرن اهم حاجه عندي يكونوا فاهمين الميثود انا بالنسبه لي انا الكلاسز والميثودز اللوجيك ده بيجي بكتر الشغل بصراحه والانهيرتنس وشويه حاجات كده انا اركز عليها اللي هي بتهمني قوي في الشغل البروجرامنج ده خلاص ان يبقى شغلنا بيها كلاس اسمه امبلي موظف في انت سالري فيها مشكله مش مشكله وفي هنا ميثود ميثود دي يعني زي ما شرحنا قبل كده برنامج صغير برنامج اسمه سيت سالري اسمه سيت ايه سالري البرنامج ده اسمه سيت سالري بياخد منك ايه مدخلات الام بسالري ده المدخل بتاع انتجر ام بسالري طب وبيرتيرن ايه يعني ايه المخرج بتاعه المخرج بتاعه كلمه فويد طالما المخرج بتاعه كلمه فويد يبقى البرنامج ده لا يرجع قيمه لا يرجع ايه قيمه خلاص اف ان السال ام بسالري اللي داخل لي ده لو المدخل اللي اليوزر مدخله ده اصغر من الزيرو يعني المرتب بتاع الموظف سالب 5 مثلا ولا سالب 100 ولا سالب 1000 ما ينفعش ينفع الموظف ياخد بالسالب هو ده الحقيقي يعني بس احنا بنتكلم على البروجرام ينفع الموظف ياخد بالسالب طبعا ده في خصومات ده ممكن ينفخوه خصومات يعني احنا بنتكلم يطلع مديون في الاخر يقول لك والله ما انا شغال طيب ايه اللي جاب الورقه ده هنا يا راجل الورقه بتاعي طيب يبقى ايه المفروض ما ينفعش الموظف ياخد مرتب بالسالب فبقول لو كان مرتب اصغر من الزيرو اطبع لي سيستم دوت اوت برنت لاين سالري كان نوت بي نيجاتيف المرتب ما ينفعش يكون سالب وريتير هي دي الجمله عايز اشرحها المره دي يعني ايه ريتير ووقف ما تكملش دي معنى كلمه ريتير ريتيرن هنا بتساوي اسكيب تو كونتينيو ايه كونتينيو ايه الميثود يعني ما وقف ما تكملش الميثود دي ما تقراش الموضوع انتهى تساوي في الفيجوال بيزك اكزيت سب
لو حد خدها، حد خد اكزيت اه سب، اكزيت سب اكزيت سب او اكزيت فانكشن. سي شارب برضه ريتيرن دي بتوقف دي. انا الوقت استدعيت سيت سالري، فمعناها ايه؟ ادي اولها وادي اخرها، هبعت له رقم لو اصغر من الصفر هيطبع الكلمه دي وما تكملش خلاص، او مضغط في الكلمه دي معناه ان هو انتهى، معناه ان هو ايه؟ انتهى ما تكملش، فيخبط هنا معناه ما يكملش. بس عارف يعني ايه ما يكملش؟ يعني ما ينزلش يقرا كلمه من الاخر، ما يقراش بقى الام سالري اللي انت بعتها يوم حطها جوه المتغير اللي اسمه سالري، لا ما يعملش كده، مش هيقراها اصلا. اما لو كان المرتب مش اصغر من الصفر هياخد الام سالري اللي انت بعته ويحطه جوه المتغير اللي اسمه سالري اللي هو يعني. فيها مشكله دي؟ لا بس خلاص، ما انا الكلاس اهو بدايته وادي نهايته. ها كده فيها مشكله؟ فهمت الكونتينيو دي الريتيرن دي؟ ريتيرن معناها ما تستكملش بقيه قرايه الكود، لو اف ان حصل كذا ما تقراش، ما تكملش. دايما كده لما يكون عندك ميثود لما يحصل حاجه دي يبقى خلاص كده مش هينفع، فهم عاملين ايه دايما ريتيرن بس حتى لو كانت فويد. هنا اكزامبل تاني على ريتيرنينج فاليو بقى. بيقول لي ان انا في عندي برنامج تاني صغير اسمه ديبوزيت. ديبوزيت دي يعني ايه؟ حركه ايداع. حركه ايداع في الحساب بتاعك. فبيقول لي ديبوزيت دي عمل دي برنامج صغير كده. بياخد مني مين المدخلات بتاعته ايه؟ الانت اماونت، اماونت اللي هي ايه؟ القيمه او الكميه اللي انت هتدخلها او الكميه القيمه اللي انت هتدخلها. وبتريتيرن ايه؟ انتجر، يعني المخرجات بتاعتك عباره عن رقم، المخرجات بتاعتك عباره عن ايه؟ على رقم. وادي بدايه البرنامج وادي نهايه مين؟ البرنامج. المفروض البرنامج ده يكون محطوط جوه كلاس. بيقول لي ايفن الاماونت اللي انت عايز تعمل لها اضافه اصغر من او يساوي صفر بتهرج هتضيف ايه؟ يبقى سيستم دوت اوت دوت برنت لاين كان نوت ديبوزيت ا نيجاتيف اور زيرو اماونت. ما ينفعش تضيف يعني ما ينفعش تعمل ايداع اللي حركه بالسالب او صفر. وريتيرن البالانس، البالانس ده متغير عادي اللي هو شايل القيمه اللي هي البالانس اللي هو الرصيد بتاعك، فهترتيرن البالانس يعني هترجع الرصيد بتاعك. طب الاف دي هربت منها، معناها ايه الاف دي هربت منها؟ خد بالك لما مشي وعمل ريتيرن بالانس وبرده وقف وبرده مش هيكمل، فريتيرن كده كده بتوقف. فريتيرن هي بتعمل ايه؟ بتوقف، هترتيرن البالانس ومش هتكمل. طب افن الاماونت مش اصغر من الصفر ولا بتساوي رقم يعني قيمه، يبقى في حاجه اروح اشوف البالانس كان موجود كام، مثلا 1000 وانت عايز تضيف 100 جنيه يبقى البالانس هي وزود عليها 100 جنيه يبقى كله كام؟ 1100. فالحاجه ديت بعد ما بقى 1100 اقول له ريتيرن مين؟ البالانس. بس بعد ما زادت هيرجعك ال 1100 صح؟ يبقى فكره الايه؟ الريتيرن. فكره الميثود دي فاهمينها كويس؟ ايوه. طب بتوع ثالثه ماشي، بتوع ثانيه فاهمين. هنا مثال مهم جدا. الارجمنتس اللي هي المدخلات يعني او البارامترز المدخلات خلاص؟ اللي هم بيسموها كده في الكتب الوسائط، ما اعرفش يعني ايه وسائط بصراحه. انا سميها المدخلات. خلاص كده؟ بيقول لي انا هعمل ميثود اسمها سم، المجموع. الميثود دي بترجع دبل، بترجع ايه؟ دبل، ارقام ممكن تكون فيها كسور. طب بتستقبل دبل وبعد الدبل ثلاث نقط وبعد ثلاث نقط كلمه فاليوز. طب والله لو الثلاث نقط دول مش موجودين سهله، يبقى هتبقى مستقبل متغير اسمه فاليوز صح ولا لا؟ قال لك طالما ان في ثلاث نقط هنا على كلمه دبل معناها ان دي اري وبارامتر، يعني كلمه فاليوز دي شايله اري نوعها دبل. يعني المدخلات هنا قد ايه؟ قال لك المدخلات هنا مفتوحه. يعني ممكن سم افتح قوس الرقم الاول كوم الرقم الثاني كوم الرقم الثالث كوم الرقم الرابع. سم افتح قوس الرقم الاول كوم الرقم الثاني الثالث الرابع العامس ال 20 اقفل القوس. زي ما انت عايز. الجميل في الشكل ده واحد يجي يقول لي طب ليه ما عملناش دبل وافتح قوسين واكتب فاليوز؟ لو عملتها دبل وافتح قوسين واكتب فاليوز يبقى انت لازم لما تيجي تبعت وتنادى على كلمه سم تبعت لها اري. ما ينفعش تبعت لها الرقم كوم الرقم كوم الرقم كوم الرقم كوم، ما ينفعش. لازم تبقى معرف اري اسمها في مثلا وتحط كوم الاول كوم الثاني كوم الثالث كوم الرابع كوم الخامس كوم العاشر وتقول سم وتبعت لها الفي. لو انت عاملها ايه؟ دبل قوسين فاليوز. فاهمين الفكره؟ اما قلت دبل نقطه ثلاث نقط فاليوز معناها ان انا ممكن ابعت اقول قيمه كوما قيمه كوما قيمه كوما لغايه ما مثلا. فيها مشكله كده؟
وما قال هنا ان تي توتال توتال بزيرو فور ان تي انت اي ثري جايز شو احسن انت اي بتساوي زيرو اي لازم تكون اقل من الفاليوز دوت لينث values اهو المدخلات بتاعت دوت لينث عدد المدخلات اللي الراجل دخل هتعامل معاك هنا الرياضه جدا وكل مره اي بيزيد بواحد كل مره بقول التوتال بيزيد بيساوي القيمه بتاعت الفاليوز رقم 0 رقم 1 رقم 2 رقم ايا كان زي ما هي في الاخر يجمع اقول له التوتال اقول له ريتيرن مين التوتال اي ام يعني انا بحب الطريقه دي جدا اللي بتفيدنا كتير جدا في البارامتر لما اكون عايز ابعت اكتر من بارامتر كلهم نفس النوع يعني بس مش واحد ولا اثنين مفتوح خلاص كده دي اسمها variable argument variable argument يعني المرسلات اللي هي بنسميها احنا المتغيرات اللي احنا بنسميها قصدي المدخلات متغيرة حجمها متغير او عددها متغير مهمة جدا مهم جدا احنا نتكلم على حاجة اسمها overloaded methods ايه ال overloaded methods اللي هي مقصود بيها لو حبينا نترجمها معرفش نترجمها اللي هي بتعمل ايه بقى؟ overloaded method دي اللي هي بتقول ان انا ممكن اخلي فيه method اكتر من method بنفس الاسم. يعني عندي صم وعندي صم وعندي صم وعندي صم. ايه؟ بس بشرط لا في نفس الكلاس. نفس المكان. بس بشرط واحد بس. دي بدخل لها مدخل يبقى تاني بدخل لها مدخلين، تالت بدخل لها خمس مدخلات كده. لازم يكون المدخلات مختلفة. نعم لا بترجع ايدي فيها مشكله بترجع ايدي فيها مشكله لكن يعني فيها مشكله مش عايز اتدخل في الوقت لكن هي بتاخد ايه في واحده بتاخد بتاخد قيمه واحده يبقى خلاص معروفه والثانيه بتاخد ثلاث قيم ادي اثنين اهم نفس الاسم يبقى اول ما ابعت قيمتين يبقى يشغل ام قيمتين اما ابعت قيمه يبقى يشغل ام قيمه وخلاص فهمتوا حاجه بقت سهل دي نشوفها كتير في حاجه معينه كلمه واحده وليها كذا بارامتر بالظبط زي مثلا اشهر حاجه الاندكس اوف اندكس اوف اللي بتجيب لك الحرف ده رقمه فين يعني بقول له مثلا ايه بقول له عرفت متغير سترينج سميته اكس بيساوي عادل خلاص كده وقلت له ايه اكس دوت اندكس اوف الاي معناها ايه بقى بقول له دور لي الاي دوت رقمه كام في كلمه عادل فيدور 1 2 هيقول لك 3 الحرف رقم كام رقم 3 خلاص كده ده شكل من اشكال اندكس اوف قول له اندكس وابعت له ايه المدخل عباره عن حرف الاي اللي احنا عملناه المدخل عباره عن حرف مين الاي ممكن اندكس اوف هي برضو ابعت لها اقول لها بدور على حرف الاي بس من بعد كذا يعني ايه مثلا كتبت متغير اسمه ايه سترينج اكس بيساوي عادل صبور كلمه فيها مثلا وقلت له يعني اندكس اوف الاي لا او اندكس اوف مثلا الاي اول حرف خلاص ممكن اقول له اندكس اوف الاي برضو بس ايه بس كتبت له خمسه يعني ايه خمسه يعني من بعد الحرف الخامس يعني عايز اعرف الحرف الاي بس بعد الحرف الخامس هي اندكس اوف بس مره ابعت لها بارامتر واحد ومره ابعت لها اكتر من ايه من بارامتر مش مهم المثال اللي انا قلته دلوقتي ده لكن تعال نبص على مثال اوضح وابسط ايه ده ما عملش مثال احرجني ايه فهمتوا ماشي يعني اقول لك ببساطه ثانيه مثلا ده دبل سم دبل فاليوز قمت عامل واحده منها هي هي بس مش دبل انت تنفع ايه صم انت بدلها يعني عملنا كده هذا هو كود صح عملنا واحده ثانيه بس بدل ما هي بترجع دبل عملناها هنا نوت ايه انت هل دي كده فيها مشكله لا فيها مشكله طبعا كده مش هتشتغل لان احنا اتفقنا ان الريترن فاليو ملهاش دعوه ما بتقص يعني دي بس متغيره لا ما ينفعش دي بس ما ينفعش طب جيت هنا وانت عامل ايه انت ينفع ينفع خلاص لو انا قلت سم وبعد ارقام انتجر
هيشغل اللي تحت. لو بعت ارقام دبل هيشغل اللي فوق. قدر يعرف يفرق. المشكله كلها ان الكومبايلر اللي هو المترجم بتاع الجافا لازم يعرف انت عايز ترن على مين. اصل ممكن الكود اللي جوه ده يكون مختلف، ماليش دعوه. ممكن الكود اللي جوه هنا يكون ايه؟ مختلف. اهو. كود تاني، اي حاجه. المهم عنده الكومبايلر يعرف يفرق ما بين السم، وانت عايز السم دي ولا عايز السم دي. فلو انت غيرت نوع المدخلات هنا وهنا دبل وهنا انت، خلاص ماشي. ليه؟ ببساطه لو بعت له انتجر هيعرف انت بتلعب انتجر، لو بعت له دبل هيعرف انت بتلعب دبل. حلو قوي. دول كام مدخل؟ عدد غير محدد، عدد غير ايه؟ محدد. هل ينفع اعمل صم ثانيه هنا انتجر برضو بس كده؟ كده عادي. قول لي لو انت كومبايلر اعتبر نفسك كده كومبايلر كده وعندك بتعمل فوق كده. لا كده صح، لان انا مش محدد بقى انتجر كده. ما انا لو بعت انت بس رقم وقلت صم وبعت خمسه مثلا، معنى ان الصم لازم يكون فيها رقمين بس، معنى وصم وبعت له خمسه. طب ما ممكن تكون يقصد ان انت تشغل دي، ما هي جنبها نقط معناها ايه؟ واحد او اكتر. لا كده برضه مش هيعرف يفرق. لو ما عرفش يفرق يبقى مش هينفع يشتغل. طب لو عملت كده سيبك من الجول خالص، كده هو ما ينفعش. 2 1 كده ايه؟ ليه ينفع؟ ان انا عدد لو بعت قيمه واحده هيشغل اللي فوق، اما لو بعت قيمتين هيشغل مين؟ هيشغل اللي تحت. قدر يفرق. لا مش هي العلامه المعنى نهايه. لا يعني في رقمين، لو قلت هنا اثنين او اثنين يبقى هي هي. لكن لو ثلاث نقط يبقى انتجر كمان فاليو كمان واحد او اكتر. بص المعلومه دي مش مظبوطه. دي اسمها ايه؟ اوفرلود. اوفرلود يعني نفس اسم الاسم الفانكشن او نفس اسم الميثود، بس عدد البارامتر او انواعها مختلفين. عدد البارامتر او انواعها ايه؟ مختلفين. في مشكله كده؟ constructor introducing constructors. ماشي. ايه هو الكونستراكتور؟ قال لك مثل زي اي مثل عليه، بس ليها حاله خاصه. ايه الحاله الخاصه بتاعتها؟ اولا اسمها نفس اسم الكلاس. يبقى كونستراكتور عباره عن مثل عليه، بس لازم يكون اسمها نفس اسم الايه؟ الكلاس. لازم ما يكون اول ملحوظه. ثاني ملحوظه، لازم ما يكونش ليها ريتيرن فاليو، سواء كان نوع او حتى لو كان فويد ما يتكتبش. ما ينفعش. لازم يكون ليها ايه هنا ايه؟ ما ينفعش احط قبلها كلمه فويد تشيك اكونت، تشيكنج اكونت، او انت تشيك. ما ينفعش ريتيرن فاليو ولا يحط لها فويد حتى. تالت حاجه، وانت ما كتبتهاش خالص في الكلاس فهي موجوده. هو كده مش هنا بتبدا مع بقيه الكلاس. دي تالت حاجه. دي اول حاجه اسمها نفس اسم الكلاس، ما ينفعش ترتيرن فاليو ولا حتى void. لو ما كتبتهاش اصلا جوه الكلاس فهي موجوده. ايه؟ لا هقول لك ليه. هقول لك عشان تعرف عشان معناها ايه اصلا. معناها حدث البدايه. هما بيفترضوا ان كل كلاس ده يعني نوع، لكل نوع لازم يكون له بدايه. يعني لو اخترنا مثلا نوع اللي هو الانسان، يبقى حدث البدايه بتاعته الولاده مثلا. لو خدنا مثلا الحيطه يبقى حدث البدايه بتاعها البناء. لو خدنا مثلا اي حاجه لازم كل حاجه يبقى لها حدث بدايه. حدث ايه؟ بدايه. حتى لو ما كانش موجود فهو موجود. لازم تنشا من شيء. لازم تيجي من ايه؟ من حاجه. لازم تيجي من حاجه، حتى لو كانت الحاجه دي فاضيه بس تيجي. خلاص كده؟
فمعناها ده الفلسفي، سيبك من معناها الفلسفي الفاضي ده، تعال نشوف معناها في البرمجه عندنا ايه. قال لك كل كلاس لما تيجي تشتغل على كلاس، لما اجي اشتغل على الكلاس بعمل ايه؟ انت تشتغل على كلاس، اول حاجه تشتغل في كلاس الكونستراكتور، اول ما تنشئ كلاس اول حاجه تشتغل في الكونستراكتور من غير ما تناديه، من غير ما ايه انت بتناديه بس بشكل مختلف. لازم اوريكم مثال حته دي ما ينفعش تيجي. تعالى بص مع بعض كده نفتح الايكليبس حتى عشان تعرفوا الاكواد دي تطبقوها ازاي جوه ال هو الإكليبس أو أي مثال جافا كده على السريع. يعني عايز أجربه، أجربه إزاي يعني.